نادي بوجلي عضو في جمعية نهج المعرفة للتربية والتكوين. نهج المعرفة قامت بهذه المبادرة، هي الرسم على لوحات، مجموعة من اللوحات على طول الشارع. هذه اللوحات ضمت مجموعة من المؤسسات، مؤسسات تعليمية، هلال الأحمر، مستوصف، وكذلك مركز العيون أو نادي النسوي. هذه المبادرة جات باش تتمم مجموعة من المبادرات السابقة اللي قامت بها الجمعية خلال كوفيد، خلال الجائحة هذه. كانت أولها حملات تحسيسية على طيلة مدة الحجر الصحي، ومن بعدها جات القفة لبعض الأسر المعوزة، من بعدها كذلك جات ملابس لبعض الأطفال بمناسبة عيد الفطر، واليوم جات هذه المبادرة هذه باش تتمم وتكمل هذه الحملات اللي قامت بها الجمعية. السلام عليكم، أيوب الحنبل رئيس جمعية نهج المعرفة للتربية والتكوين. كيف ما كتشوفوا هذه الجداريات اللي قمنا بالرسم ديالها على مستوى مجموعة من المؤسسات اللي ضمت مؤسسة تعليمية والهلال الأحمر وكذلك المركز الصحي الفتح زائد النادي النسوي مركز العيون. هاد الجداريات استغرقوا لنا مدة طويلة باش نحطوا البلون ديالهم. من بعد ما بدينا في العمل استغرقوا 30 يوم تقريبا، والحدود الساعة مازال ما ساليناش. بالنسبة لهذه المبادرة ما كاين حتى شي دعم مادي من حتى شي جهة مختصة، فقط بعض المارة وسكان الحي اللي عجباتهم المبادرة، وحتى هما ساهموا معنا، ساهموا ماديا ومعنويا. وبهذه المناسبة كنبغي نوجه الشكر للأعضاء الجمعية اللي سهروا على إنجاح هذه المبادرة، كذلك المنخرطين اللي ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم. وكنبغي نوجه التحية للفنانة ديالنا اللي هما الحبيب البير حمزة الهشامي وصلاح الدين حدادي اللي واقفين وصاهرين على إنجاح هذه المبادرة. كذلك كنبغي نوجه رسالة لمدينة وادي زم باش الكل يتجند ونديروا لوحة تشكيلية جميلة اللي غادي تعطي صورة زوينة لمدينة وادي زم. والحمد لله كاينين فنانة اللي استحقوا التشجيع، خصنا نشجعوهم ونشدوا بيديهم باش حتى هما يزيدوا لقدام ويحاولوا ينميوا القدرات ديالهم. السلام عليكم، معكم مريم طياف، عضو في جمعية نهج المعرفة للتربية والتكوين. احنا كعنصر نسوي في هذه الجمعية هذه قمنا بالدور ديالنا مع شباب الجمعية بهذه المبادرة هذه، كيف ما كتشوفوا في الصور، رسم على الجدريات وكذلك صباغة ديال الأرصفة ورسم ممر جيلين على شكل ثلاثي الأبعاد، وكذلك رسم على مساحة الحي وكذلك النادي النسوي. هذا العمل هذا تقريبا ما يزيد عن 28 يوم او اكثر وحنا كنقوموا بهذا العمل هذا، مع العلم اننا ديجا قمنا باعمال اخرى كحمله تحسيسيه وكقفه الاولى للوباء وكقفه الثانيه لرمضان وكذلك لباس اليتيم. صراحه انايا كنقولوا للشباب ديال مدينه وادي زم يا ريت ان هذا العمل هذا يعم المدينه باكملها باش تعطى حله جميله للمدينه وتكون كرمز للحياه الناس اللي غادي يجيوها ويزوروا ليها.